أسبوع مضى على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد المفاجئة، حل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، مستندا في ذلك على مضامين الفصل 80 من الدستور، غير أن عدم تسمية الرئيس قيس سعيد لرئيس وزراء جديد كما وعد، وإيقاف عدد من النواب من منتقديه دفع عددا من المراقبين إلى إبداء قلقهم من بداية توجه سلطوي في الدولة. للحديث أكثر عن الموضوع معنا الدكتور أبو بكر الصغير، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من تونس. أستاذ أبو بكر، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. عدم تسمية رئيس للوزراء إلى الآن، واكتفاء الرئيس سعيد بتسمية وزير الداخلية بالوكالة، عن ماذا ينم من وجهة نظركم؟ وهل هذا الأمر يشكل توجها واضحا من الرئيس سعيد للوقوف في وجه معارضيه؟ أنا أعتقد أن الأمر هي قضية وقت بالأساس، لأن الحدث هو جلل وهام جدا، لأن لا أحد كان يرتقب أن تؤول أمور تونس بعد تقريبا عقد من الزمن، من ثورة ما يسمى ببداية الربيع العربي، أن تؤول إلى هذا الحدث الذي دفع به رئيس الدولة مستندا إلى قراءة موسعة وتخريج قانونية للفصل 80 من الدستور. وبالتالي فإن الأمور لا يمكن تصور أنها قد تحل في أسبوع أو أسبوعين. فكما أشرت في بداية تقريركم، الأهم بالنسبة للتونسيين اليوم أنهم أكملوا أسبوعهم الأول دون حكم الإخوان، وبالتالي هم دخلوا مرحلة جديدة، البعض يسميها حركة 25 يوليو، والبعض الآخر يقول أنها بداية تأسيس الجمهورية الثالثة. ولكن تونس ما بعد 25 يوليو هي تونس أخرى، هي تونس لا يسيطر عليها الإسلام السياسي. أنا أعتقد أن المسألة مسألة وقت قد يمتد على ساعات أو أيام، وسيعلن رئيس الحكومة وبالتالي سيلتزم بهذه النقاط، وأن كذلك أن يعيد البرلمان إلى وضعه الطبيعي في الوقت المناسب. تونس هي تؤسس لمرحلة جديدة، مرحلة ما بعد كما أشارت صحيفة الواشنطن بوست غلق الفصل الأخير من فصول الربيع العربي. هل يستلهم الرئيس قيس سعيد قوته من الشعب دكتور أبو بكر، حيث أن 70% أيدته في انتخابه عام 2019، أم أن الإجراءات الأخيرة قد تهز صورة الرئيس؟ لا أعتقد هذا. رئيس الدولة في نهاية الأمر استجاب لإرادة الشعب، وكان في مستوى الثقة التي منحها إليه التونسيون. وأكبر دليل على ذلك أن الاستفتاء الذي صدر قبل 48 ساعة أظهر أن 87% من التونسيون يؤيدون القرارات التي اتجه إليها الرئيس قيس سعيد، وبالتالي فالمشروعية التي استند عليها هي واسعة، وهي مشروعية لا يمكن الطعن فيها، لأن أي قرار مخالف لذلك سيكون قرار ضد إرادة الشعب وضد رغبة الشعب الذي خرج بذلك الشكل وتلقائيا في يوم 25 يوليو، واتجه مباشرة ليس لمراكز الأمن، ليس للقوات الحاملة السلاح، ولكن لرمز من الذين يحملونها مسؤولية هذا الخراب الذي وصلت إليه البلاد، وهي حركة النهضة. فكل مقرات حركة النهضة تم استهدافها. قد تقولون أن الأمر مخطط، ممكن، أما ولكن أنا رأيت في الشارع تلك التلقائية، وأولئك المواطنون العزل الأبرياء ومواطنون من كل شرائح، وأغلبهم ليسوا مسيسين، أدركوا أنه لا بد من وضع حد، ولا بد من غلق هذا القوس الذي دخلت فيه تونس، والذي خرب بلاد وأهلك الشعب وأدى بتونس إلى هذه الوضعية التي تعيشها. ناهيك سيدي، أنتم تدركون مسألتين مهمتين. في الوقت الذي كانت تونس تعد من البلاد الموبوءة، من البلاد التي تشهد أكبر عدد وفيات مقارنة بعدد السكان في إفريقيا والعالم العربي وحتى في العالم، ونرى يوميا صناديق الموت في كل الشوارع تتجه إلى المقابر، يقوم الرجل الثاني داخل حركة النهضة رئيس مجلس الشورى عبد الكريم هاروني ويطالب بصندوق التعويضات. بتعويضات ماذا؟ بمبلغ 3000 مليون دينار، وهذا المبلغ هو ميزانية تقريبا 4 أو 5 وزارات، معناتها ميزانية وزارة التعليم ووزارة الصحة، يطالبها لتسند تعويضات لما يسمونهم مناضلي الحركة الذين أتوا بهذه الديمقراطية
والذين لم يكلفهم أحد، ولكن في نهاية الأمر ليست ديمقراطية كما يرغب فيها كل مواطن يؤمن بالقيم الإنسانية كحقوق الإنسان والحريات، بل الديمقراطية التي هي توصلهم إلى صناديق الاقتراع وتمكنهم من تكريس أجنداتهم. من الناحية السياسية أستاذ أبو بكر، كيف يبدو المشهد التونسي في الأيام المقبلة، خصوصا مع تعالي الأصوات التي تقول إن ما يحدث في تونس يعد انقلابا وأبدت قلقها من هذه الإجراءات؟ أنا لم أرى رئيس الدولة يقوم بانقلاب على حكم هو سيده هو الذي يشكل هرمه، ولم أرى رئيس الدولة يقوم بانقلاب باعتبار أن يقوم بوضع حد لتجاوزات مؤسسة أذرت بصورة الدولة. فهذه المسائل تقع في كثير من البلدان، فأنتم تذكرون على الأقل بالنسبة للتاريخ، في التاريخ ما حصل في بعد الثورة الفرنسية مباشرة عندما بادر لويس نابليون سنة 1851 بحل الجمعية الوطنية لأنها زاغت عن مبادئ والقيم الثورة الفرنسية، بما مكن البلاد أن تقف من جديد ونرى قيام الإمبراطورية الفرنسية، وهنالك أمثلة عديدة. ولكن التغيير الذي قام به رئيس الدولة هو يتوفر على أوسع مشروعية ممكنة، أهمها هي المشروعية الشعبية، وثانيا مشروعية أهم مؤسسات الدولة، وأقصد تحديدا المؤسسة العسكرية وكذلك المشروعية المدنية. رأينا موقف الاتحاد العام للشغل، رأينا تقريبا المجتمع المدني، رأينا المثقفين الذين أصدروا بيانا لم يحصل في تاريخ تونس وساندوا هذا التغيير، لأن كان هنالك حالة من الإجماع بالقطع مع الإسلام السياسي الذي كان ظاهرة غريبة بالنسبة لتونس التي يعرفها العالم بلاد الحداثة والتنوير والانفتاح. كآخر سؤال، يعني كيف تتوقعون ردود فعل أحزاب عبرت عن امتعاضها من إجراءات الرئيس؟ طبعا في مقدمتها حركة النهضة، وقد انضم إليها حزب الحراك بزعامة الرئيس السابق المنصف المرزوقي. عمليات استطلاع الرأي، من هي القوى التي تؤثر وتوجه الرأي العام؟ نجد الأحزاب تأتي في مرتبة سابعة وثامنة، الإعلام كسلطة رابعة أخطر بكثير في تأثيري على توجه الرأي العام، المجتمع المدني الذي أصبح يسمى بالسلطة الخامسة بما يضمه من جمعيات ومنظمات أصبح أكثر تأثير على الرأي العام. أعتقد أن الأحزاب لم تعد تشكل ذلك الثقل السياسي الذي بإمكانه أن يدفع بالشارع إلى هذا الموقف أو غيره، ولكن لنا أكبر مثال أن في كل تقريبا بلدان العالم في هذه الثورة الاتصالية التي يشهدها العالم في هذا التأثير لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيف أصبح بإمكان مجموعات صغيرة من الشباب تشكل جيشا كاملا، جيشا إلكترونيا كاملا بإمكانه أن يدفع إلى تغيير أو موقف ما. وبالتالي الأحزاب هي دخلت التاريخ ولم يعد لها أي أثر في تونس. بالنسبة لحركة النهضة فهي حزب منتهية، وهي منذ سنوات تعاني أزمات داخلية، وقد شاهدنا كيف الخزان الانتخابي ما كان عليه عندما اعتمدت واستغلت وانتهزت فكرة وعقلية المظلومية باعتبارها أن أتباعها كانوا مضطهدين في ظل أنظمة استبداد، بالتالي استعطفوا الشعب ليصوت لهم. وكيف العدد اليوم؟ أنا حركة النهضة ليس بإمكانها أن تجمع بضعة آلاف من المناضلين في أي تجمع، وأكبر دليل على ذلك يوم 26 يوليو عندما اتجه في آخر ساعات هزيع الليل رئيس الحركة السيد راشد غنوشي إلى البرلمان وكتب تلك التدوينة وتوجه إلى أتباعه بنداء ملح بأن يهبوا إلى ساحة البرلمان وينصروا رئيسهم، لم يتوجه إلا بعض الأفراد فقط، ورأينا ردود فعل اليوم حتى في الشارع اليوم، الناس والاستقالات يوميا بالمئات من حركة النهضة، الأشخاص الذين أعرفهم شخصيا كانوا ينتمون لهذه الحركة تغيروا تماما، وهم إن لم يتنكروا بهذا الانتماء فهم يوجهون نقدا لاذعا لرئيسهم رئيس الحركة وكذلك لمسؤولية الحركة فيما أتته البلاد. الدكتور أبو بكر الصغير، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي من تونس، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا.